مساء الخير على كل اخواتي ومتابعين قناتي برنسيس المطبخ. هنعمل مع بعض النهاردة يا حبايبي احلى حاجة للدفع في الشتاء. هنعمل طبق عدس، طبق عدس على الطريقة السورية بانفاس ست البيت المصرية. هنعمله بكل تكاته وحركاته، تابع معانا خطوة بخطوة عشان تعرفي عملناه ازاي. بس طبعا حبايب قلبي، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ووضع كومنت ولايك يا حبايب قلبي. تابع معايا بقى خطوة بخطوة علشان نعرف عملناه ازاي. يلا حبيبي كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. أول حاجة نحط معلقة من الزيت وعليها مكعب من الزبدة أو السمنة. سيبهم بقى لحد ما يسيحوا مع بعض خالص، زبدة أو سمنة أو أي مادة دهنية أنت تفضلي. هنا يا حبيبي أهو السمنة ساحت. معنا الخضار بتاعنا عبارة عن بصل ثوم وجزر وبطاطس وطماطم. هننزل الاول بالبصل بتاعنا، هنشوح البصل لحد بس ما يدبل. احنا مش عاوزين البصل ياخد لون، هنشوحه في قد المادة الدهنية لحد ما يدبل بس. هنا يا حبايبي اهو البصل بتاعنا دبل، هننزل عليه الكام فص توم بتوعنا دول، حوالي 4 أو 5 فصوص، ونديهم تقليبة برضو كده. نشوح التوم مع البصل، هنا يا حبايبي التوم والبصل اتشوحوا اهو. ننزل بقى بالجزر والبطاطس بتوعنا، نقلبهم معاهم برضو، نقلبهم برضو شوية حلوين كده حوالي دقيقة أو دقيقتين، علشان البصل والجزر بتاعنا يشربوا من طعم البصل ويشربوا من طعم الزبدة اللي احنا حطيناها. هنقعد بقى نشوح فيهم شوية كده حلوين حوالي دقيقة أو دقيقتين. احنا واقفين كده يا حبايبي، صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نذكر الله يا حبيبي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. نقعد نشوح فيهم يا حبيبي شويه كده. واخر حاجه معانا هنا بقى الطماطم بتاعتنا، دي اخر حاجه في الخضار اللي احنا هنحطه. الطماطم بتاعتنا اهي، نقلبها برده شويه. دي مش هنخليها ان هي تدبل ولا اي حاجه، احنا بس هنديها تقليبتين ثلاثه كده في قلب الخضار بتاعنا وخلاص. وبعدين معانا هنا كوبايتين من العدس الاصفر مغسولين حلو قوي لحد ما الميه بتاعتهم بقت بيضه شفافه خالص، ماشي، ومتصفيين برده كويس جدا. نقلب بقى ده كله في قلب بعضه كده. وبعدين يا حبايبي بنزود كمية المية بتاعتنا بقى اللي هنسوي بيها، بنزود كمية المية تكون زيادة عن العدس والخضار بتاعنا شوية حلوين كده، لان كده كده اصلا كمية المية دي بتقل لما الخضار بتاعنا ده كله بيستوي. هنغطي بقى على العدس بتاعنا، نسيبه لحد ما يستوي خالص ونرجع لكم تاني. وادي يا حبايبي العدس بتاعنا استوى كويس جدا، وكل الخضار اللي فيه استوى كويس قوي. هنسيبه بقى يبرد خالص خالص علشان نضربه في الخلاط بتاعنا، هنسيبه يبرد تماما علشان ما يبوظ لناش الخلاط بتاعنا. هنبرده خالص ونضربه في الخلاط ونرجع لكم بعد ده كله، بعد ما نضربه ونبرده ونشوف هنعمل فيه ايه تاني. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد ما صفينا العدس بتاعنا وبرد خالص وضربناه كمان في الخلاط. يلا بقى نكمل ونشوف هنعمل فيه ايه.
جبنا الحلة بتاعتنا تاني وحطينا فيها معلقة من الزيت وحتة صغيرة تاني من الزبدة. نسيحهم مع بعض كويس. أول ما تسيح هننزل عليها بربع كوباية صغيرة من الشعرية ونحمر الشعرية لحد ما توصل للون الذهبي. هنا الشعرية حبيبة اهي، أول ما تبدأ تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده ننزل عليها بفصين ثوم مفرومين ونديهم تشويحة مع الشعرية، تشويحة صغيرة خالص، احنا ولا هنحمر التوم ولا هنغير لونه، يا دوبك بس يطلع الريحة بتاعته. وأول ما شوحناه كده معانا العدس بتاعنا اهو اللي ضربناه في الخلاط هننزل عليه بالكمية كلها. نزلنا اهو يا حبيبي كمية العدس كلها اهو على الشعرية بتاعتنا. نضيف بقى التوابل بتاعتنا، عبارة عن معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ونص معلقة صغيرة من الشطة أو البابريكا حسب الرغبة. هنضيف هنا كمان مكعب مرقة، وده اختياري بس عاوز أقولك إن هو بيدي تيست هايل للعدس بتاعنا. ونضيف معلقة من الملح علشان حطينا مكعب المرقة. وبس كده يا حبايبي، مش هنضيف اي توابل تانية، هي دي بس التوابل اللي هنحطها. هنقلبهم بقى في قلب بعض ونغطي عليه ونسيبه لحد الشعرية بتاعتنا ما تستوي مع العدس. احنا عارفين طبعا ان الشعرية ما بتاخدش وقت في السوى، يعني حوالي 10 دقايق كده ويكون العدس بتاعنا جاهز ونقدمه مع بعض. وبكده يا حبايب قلبي تكون خلصت وصفتنا النهاردة. لو عجبتك الفيديو وعجبك الوصفة بتاعتنا النهاردة ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنونا في فيديوهات تانية كتير كتير كتير. ومع ألف سلامة، في رعاية الله وحفظه.